للحديث عن آخر تطورات ثورة تشرين معنا من بغداد الناشط في التظاهرات الشيخ حامد الشمري. شيخ حامد، بداية مرحبا بك، كيف هي الأجواء اليوم في ساحة التحرير بعد الهجوم الدامي الذي شهدته ساحة الخلاني وجسر السنك وأسفر عن استشهاد العشرات؟ شكرا أستاذ سمير، مساء الخير على سادة قناة الرافدين. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أصابت مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. العظيم باسم أحرار ساحة التحرير مع أبنا وعوائل الأسر ومراحل. أما بعد، كثير عز ساحة التحرير فخور عميق على الشهداء اليوم التي ارتكبت حكومة كانت الحكومة في مساهمة التشكيل اللوجستية لهذه الجهات القذرة اللي نسميها تفاصيل الظلام. الظلام يظهرون في الليل بقمع الحياة. أخي العزيز، اليوم المتظاهر السلمي حامل علم العراق وحنجرته، وشاهدته بالمقاطع اللي رسلناها كل العالم، انه شلون يردون عليهم بالرصاص، والمتظاهرين السلميين ينادون بالروح بالدم في ذيك العراق. نعم نعم. اليوم صباحا هناك انباء تواترت عن انتشار مسلحين في شارع ابو نواس، هل تتوقعون ايضا هناك ربما نيه لهجوم اخر يستهدف المتظاهرين؟ اخي العزيز، شكرا على السؤال. اخي العزيز، اليوم الساحه كلهم منتبهين اخوانكم بسلميتها وانضباطهم، ونطالب الجماهير والمتظاهرين بالسلميه ان شاء الله حتى تغيظهم. اخي العزيز، الميليشيات والحكومه تريد باي ثمن قمع هذه الثوره، بس هيهات. انها ثوره انتدادا لثوره الحسين، انتصار الدم على السيف. بالامس شيخ حامد، يعني بالامس ما جرى في السنك من عمليات قتل للمتظاهرين السلميين، يعني قتل 50 عراقي متظاهر وجرح اكثر من 150، يعني أين كانت القوات الحكومية؟ لماذا كانت يعني تقف موقف المتفرج؟ أم هي مشاركة بعمليات القتل ضد المتظاهرين، لا سيما وأن الإنارة أو الأنوار قد أطفئت؟ أغنيك إن شاء الله هذا الموضوع. أشكرك أخي العزيز. قلت لك اتفاق مع الأجهزة الأمنية. نعم. العملية تمت الساعة 8 إلا 10. نعم. أنا موجود للساعة 8 إلا 10. ثمانية إلا 10 فطفوا الإنارة وبدت عمليتهم، وبدت عمليتهم وصعودهم إلى مرائب الجسر، جسر السنك الموجود الجراج مع السيارات. نعم. واعتدوا على المتظاهرين بكواتم صوت. أكو متظاهرين عندنا رموا نفسهم من فوق، انغلقوا الأبواب، نزلوا كلهم. هي الغاية بالطابق الرابع، هو خمس طوابق، بالطابق الرابع بدت. فنزلوا متظاهرين جوا، ظلوا يهجمون سلميا سلميا، وبدا اطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين وعلى البنايات. اخي العزيز، كانت العمليه اليوم احنا حملنا عمليات بغداد، قياده عمليات بغداد. نعم. لان هم اجوا من ساحه الوثبه باتجاه جسر السنك والخلاني. يعني هناك صحف ومصادر تحدثت عن مشاركة ميليشيا حزب الله معهم، هل استطاع المتظاهرون أن تمييز ذلك؟ المعلومات اللي عندنا العقائد ومنظمة بدر وحزب الله. نعم نعم. الحكومة لا زالت يعني تحاول تبرئة الميليشيات من عمليات قتل المتظاهرين السلميين، كيف ينظر المتظاهرون إلى محاولات الحكومة الدرء عن هذه الميليشيات؟ أي اتهامات بقتل المتظاهرين؟ أخي العزيز، اليوم العراق أصبح وزارة داخلية ميليشيات. نعم. وزارة الدفاع ميليشيات، غطاء كل قاسم سليماني وإيران. نعم. مسيطرين على البلد، بلد محتل. أخي العزيز، إحنا هاي الصورة جاي نرسلها للقنوات والإعلام المرئي والمسموع، زين؟ كلها البارحة هاي الدين هو، والعجلات طلعت عجلات أمن وطني.
عجلات امن وطني وبها ميليشيات زين، وبعدات كبيره يعني هاي صورناها اربع سيارات، انا صورتها اربع سيارات بي كام واربع سيارات توستر سيارتين رباعيات الدفع. نعم هاي الضخمه العاليه. نشكرك شكرا جزيلا. يعني تعملتي يعني تليفوني تليفوني خاص. نشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. الناشط في التظاهرات الشيخ حامد الشمري كنت معنا من بغداد، شكرا لك.